ابتسام باطمة تسترجع ذكرياتها بسجل الوداعية. إليكم التفاصيل. فقد تقاسمت ابتسام شقيقة الفنانة دنيا باطمة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستغرام بعضا من ذكرياتها الأليمة بسجن الوداعية بمراكش، حيث قضت سنة سجنا نافذا، وذلك على خلفية اتهامها فيما بات يعرف إعلاميا بملف حمزة موبيبي. حيث نشرت ابتسام قبل يومين صورة لها بدت فيها بكامل جمالها، أرفقتها بتعليق فتحت من خلاله قلبها لمتابعيها قائلة فيه: في قلب الظلام وأنتم نائمين في فراشكم الدافئ وبين أحضان عائلتكم، كنت أنام وحيدة بعيدة على كل من أحب، وفي قلبي طمأنينة وسكينة أنعم الله علي بها. أنظر دائما إلى الحائط بجانبي وأبتسم راجية من الله أن يعوضني خيرا، والحمد لله إنه على كل شيء قدير ونعم بالله. ومن جهة أخرى، استأثرت مؤخرا قصة غرام ابتسام باطمة واليوتيوبر فؤاد قبيبو باهتمام واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين باتوا يحرصون على تتبع تعليقاتهم وتغزلهم في بعض، آخرها اعتراف ابتسام بحب قبيبو باللغة اليابانية في أحد تعليقاتها والتي جرى تداولها لاحقا على نطاق واسع. وبالمقابل تناقلت عدد من التقارير الصحفية خبر تحضير ابتسام باطمة واليوتيوبر فؤاد قبيبو لحفل خطوبتهما مباشرة بعد شهر رمضان، خاصة بعد إعلان حبهما، وذلك في انتظار إتمام إجراءات طلاق قبيبو وطليقته التونسية من أجل عقد قرانهما.